ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلون شباب؟ شو أخباركم؟ جاتكم في مقطع جديد. طبعا شباب هذا الفيديو راح نجم 16 بيكة، يعني راح نجي راح نجهز 8 بيكة و8 بيكة مرة ثانية ونهجم إن شاء الله. طبعا ما ندورنا على قرية واحدة، يعني ما مهم أهجم على قرية قوية، يعني قرية تاون هول 9 لازم تاون هول 8، جيش أنا ما يمسح تاون 9، فنحاول ونركز شلون راح نسيطر على هاي البيكة. طبعا فيديو هجي يعني ونسل. فالمهم خلينا نحاول ندورنا على قرية. يا سلام، يا الله على هيجي موارد، يا سلام. المهم يا شباب، طبعا راح اهجم على هاي القرية. طبعا شو راح ادخل بهاي القرية ما ادري، ما ادري شو راح ادخل اخترق هذه القرية. المهم طبعا شكل راح انزل هنا بيكة. اوكي حلو 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 حلو. اوكي الآن ننزل البيكة، ماتت بيكة واحدة، فالآن أوكي لا تنحرفون، ننزلهم الطاقة الآن يا شباب، خلينا نشوف شنو راح يصير. طبعاً البيكة جداً مزعجين بالهجوم، يعني أقل فرصة أقل هجمة أقل غلطة يعني العفو ينحرفون. المهم صار دور التسريع هنا. أوكي اخترقوا. يا رب شوف الموارد، دارك شفط شفط، اخذت شو اسمه. حلو 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 حلو. الان ناخذ نستخدم مشروب الطاقه، عسى ولعل ناخذ الذهب، لان ذهب نص مليون. اوكي ان شاء الله، نقول ان شاء الله ناخذ الدارك. اوكي اوكي الان صار دور عندي بدعم هوك، نسيت اقول لكم. الان ننزل الملك وننزل الهوك، عندي بدعم هوك وويزرد، عندي شيء خرافي. اوكي عندي هوك، الهوك راح يساعدوني في قتل الدعم، شيء جدا حلو. لا 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 اوكي الملك سريع 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 سريع. مساحه القريه يا شباب يعني هجمه جدا 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 خرافيه. الان عندي بيكات هوايه، عندي هواية بربر، بعد بيكات 5 بيكات، نقول ان شاء الله نمسح هذه القرية. اوكي البيكات انقسموا الان، فسنقدر يعني نمسح منها ونمسح منها. انا هسه اللي رايده هذا ال 169 جولد، ليش؟ لان اريد اطور السور. فا اوكي وحلو البيكة اجولهم يعني اخترقوا من البداية من الاول ما بدون تفاهم. اوكي اوكي لا يا تسلل، ورايح على هاي اللي طاقتها قوية، لكن مسحنا 3 نجوم ان شاء الله نقول. اوكي يلا يا بيكة يلا يا بيكة يلا يا بيكة، شي خراف، يلا يلا سريع سريع سريع. حلو 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 حلو، وحدة مسحت القرية يا شباب 3 نجوم ان شاء الله. فقط الوقت بقى، هو الوقت هو اللي موقفنا. لا 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 بقت اوكي اوكي. المهم بقى لي عندنا شو اسمه مصنع اكسير او مخزن اكسير برا، فما قدرنا نمسحها، لكن يعني شيء خرافي هذا الجيل شباب، مسح تاون هول 8 ماكس. يعني اوكي لحق
لحق؟ لا ما لحق، ما لحق، ما لحق، مستحيل. انا ما اتوقع انا تاخرت بالهجمه. المهم يعني شباب حطوا لايك لهاي الهجمه، شيء مجنون، شيء خرافي، 500,000. وايضا اجت لي هذا شو اسمه، فخلينا ناخذه كولت وخلينا نطور السور وحده اثنين. المهم نشوفكم ورا ما يخلص الجيش هذا ونرجع لكم. باك، رجعت لكم. فلان جهزت ثمانية. طبعا شكرا محمد على الدعم، طاني ويزارد ماكس. طبعا جهزت مرة ثانية ارمي كامب، بالارمي كامب جهزت ثمانية بيك على مود يصيرون 16 بيك هجوم ضد تاون هول ثمانية. اوكي، فالان شباب في شنو راح نسوي الان؟ ندور لنا على خصم. Top dog by them all, yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CBT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang us in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thug homies, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances. Wow. Oh my gosh. Yes. Yeah. لننتقم، ندمر. اوكي يا شباب، شو راح امسح هاي البريه؟ طبعا راح انزل هنا بيكي وانزل هنا بيكي. حلو حلو، كل اللي قاعد اسويه بالضبط بالضبط بالضبط. يا اخي مبدع مو بيدي. هسه ما طول قلت انا هيجي راح اخسر هاي الهجمه. طبعا يمتى راح استخدم التسريع من اوصل من الملك؟ اوكي، الان ماتت فقط بيكا وحده، راح نحسب لها، راح نحسب لها الان. فننزل الويزرد طبعا. اوه الملك نسيته يا الله. اوكي ما يخالف ما يخالف، الان ننزل التسريع هنا. حلو 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 حلو. الان هنا ننزل مشروب الهيلث، الهيلث حلو. والان هنا ننزل الوزارد. يا سلام يا سلام، واو، شيء خرافي، مسح خرافي، كل شيء خرافي. اوكي يلا راح البرج المدفع، وهنا فوق ايضا مسح. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، شوف الموارد، يا رباه يا رباه يا رباه. اوكي انا اتحمس يعني بهيك موارد وهيك يعني قريات، اتحمس زايد. فتحملوني. اوكي ايش راح يصير الان؟ يعني وزرد وراهم بيكات تتحمل طاقه جدا عاليه وماكو اي تسلي. فانا من الان اقول لكم انه القريه انمسحت 3 نجوم. فشنو رايكم شباب؟ ايضا حطوا لايك للموارد، يعني جمعنا تقريبا 1,000,000 بهجمتين. يلا لا لا لا، اي حلو 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 حلو، بسرعه لا يموتن لا يموتن. اي زين وزرد ما ماتن، شيء خرافي يعني شباب. يعني هذا الجيش اذا انتم مثلا انتم تاون هول 8 مثلي ماكس واكسير عندكم فول، ماكو اي مشكله، جهز 8 بيكات واحد تسريع واثنين طاقه افضل. واو. اوكي يا شباب اوكي،
مثل ما قلت لعلوي قدامكم جمعت موارد خيالية، طورت ثلاثة سور وياكم الآن. وصلنا للحلقة شباب، لا تنسى تحط لنا لايك لهاي الهجمات، وإن شاء الله تعلمت شلون تهجمون بيكات. يعني أنا ما قلكم محترف، لكن فكرت شلون أدخل بيكات كلهم في منطقة واحدة، ومثل ما شفتوا دخلت البيكات كلهم بمنطقة واحدة في الهجمتين ومسحتهم ثلاث نجوم. وصلنا للحلقة يا شباب، لا تنسوا اللايك والمفضلة والاشتراك والشير. أراكم على خير.